بسم الله الرحمن الرحيم بالنسبة للشابتر بتاع الماترسز أو المصفوفات برضو اللي مطلوب فيه أنا راجعته الترودكشن دي مش مش مطلوبة دي كانت بس إن إنت تعرف يعني إيه قبل ما لازم كبداية بحث لازم تعمل الحاجات البديهيات دي ماتريسز دي برضو. اه الابليكيشنز حاجة دايما الابليكيشن في كل في اي شابتر <applause> بقى في الماتريسيز طبعا الانبوت اند اوتبوت اللي هي اليونتيف موديل دي مهمة جدا مهمة جدا وان انت تعرف الحل بتاعها طبعا ازاي مش هتعرف طبعا تحلها لما تجيب تعرف تجيب الانفرس بتاع الماتريكس الانفرس تبقى العملية سهلة خلاص بس كده هو ده اللي احنا عاوزينه في الماتريس